السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في منصة حماة التربوية. معكم المدرسة فاطمة درويش جدور من مديرية تربية حماة مدرسة محمد هيثم عصاية. اليوم سوف نتناول درس النشر والتحليل، ويرافقني في هذا الدرس مجموعة من طلاب مدرسة محمد هيثم عصاية، فلنتعرف عليهم. تفضل. الطالب محمد أمين الخراط. الطالب عمر المصري. الطالب خالد اليوسف. الطالب يامن الخاني. الطالب الياس حجازي. طالب عز الدين خباز. أهلا بكم في درسنا هذا. تعلمنا في السنوات السابقة موضوع النشر، ولكن بشكل مصغر. الآن سوف نتوسع في هذا البحث ونتعرف على طرق النشر والتحليل. أولا، لتكن لدينا الأعداد العادية A B C D K. أولا، لدينا قاعدة التوزيع. نعلم نحن في السنوات السابقة أن التوزيع الضرب يقبل التوزيع على عمليتي الجمع والطرح. الآن K ضرب A ناقص B يساوي K ضرب A ناقص K ضرب B. K ضرب A زائد B يساوي K A زائد K B. مثال، انشر ما يلي: A تساوي ناقص 2X مضروبة بثلاثة x زائد 2 يساوي سالب 2x ناقص 2x ضرب 3x زائد ناقص 2x ضرب 2. لاحظ أننا وزعنا سالب 2x على ما داخل القوس، وداخل القوس هو عملية جمع. سالب 2x ضرب 3x يساوي سالب 6x. سالب 2x ضرب 2 يساوي سالب 4. لاحظتم أعزائي الطلاب أن الضرب قبل التوزيع على عملية الجمع. مثال آخر، من يقوم بحله؟ تفضل يا الياس. هنا وزعنا الضرب على عملية الطرح. أحسن، تفضل. لنتأكد من صحة الحل، 3x ضرب x يساوي 3x مربع. 3x ضرب ناقص 2 يساوي ناقص 6x. لاحظتم الحل صحيح. القاعدة الثانية وهي جداء ذي حدين بمثله، أي جداء قوسين مضروبين A زائد B مضروبة ب C زائد D تساوي، نوزع الحد الأول على الحدين الأول والثاني في القوس الثاني A ضرب C زائد A ضرب D، ونوزع الحد الثاني على الحدين الأول والثاني أيضا B ضرب C B C B ضرب D يساوي B D. هنا قوسين مضروبين. مثال، انشر ما يلي: C تساوي X ناقص 1 ضرب x زائد 2. نتبع القاعدة: x ضرب x x مربع، x ضرب موجب 2 موجب 2x، سالب 1 ضرب x سالب x، سالب 2 ضرب 2 سالب 2. تمام، نجمع الحدود المتماثلة لاختزال العبارة الجبرية: x مربع زائد 2x وناقص 1 زائد 1x ناقص 2. مثال آخر، من يقوم بحله؟ تفضل يا محمد. أحسن. أحسن. اجمع حدود المشاريع الاختزال العبارة. ناقص مربع ناقص 2x ناقص 12x ناقص 14x. أحسن.
حسن. أحسن. لنتأكد من صحة محله زميلنا محمد. لاحظ 2x ضرب 4x معنى x مربع. 2x ضرب ناقص 1 ناقص 2x لا ناقص 3x ضرب 4 ناقص 12x ناقص 3 ضرب ناقص 1 زائد 3 إذا 8x مربع ناقص 14x زائد 3 الإجابة صحيحة. الخاصة الثانية تحليل مجموع حدود إلى جذاع يمكن استعمال خاصة التوزيع. نلاحظ نحن أن النشر والتحليل عمليتان متعاكستان أي أن k ضرب x زائد y يساوي kx ضرب زائد ky. هنا وزعنا الانتقال من اليسار إلى اليمين يعني نشر، أما الانتقال من جهة اليمين إلى جهة اليسار أي تحليل. نلاحظ أن k عامل مشترك بين الحدين x y k ونفتح قوس x زائد y. أيضا يصح ذلك على عملية الطرح k ضرب x ناقص y تساوي kx ناقص ky. k مضروبة ب x ناقص y تساوي kx ناقص ky. لاحظ نلاحظ أن ال k هو عامل مشترك بين الحدين kx و ky. مثال حلل ما يلي: x مربع ناقص 3x. نلاحظ أن العامل المشترك بين هذين الحدين هو x. x نفتح قوسا x مربع تقسيم x يساوي x. لا سالب 3x تقسيم x يساوي سالب 3. إذن العامل المشترك هو x. مثال آخر من يقوم بحله؟ تفضل يا عمر. أحسن. أحسن. زائد. أحسن. أحسن. فك الأقواس الصغيرة داخل القوس الكبير. أحسن. 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 لنتأكد من صحة الحل الذي حله صديقنا. ب تساوي 2x زائد 1 للتربيع زائد 2x زائد 1 مضروبة ب x ناقص 2. لاحظ أن 2x زائد 1 هي على القوس التربيع هي عبارة عن جذاع قوسين. أخرج صديقنا 2x زائد 1 عامل مشترك. 2x زائد 1 للتربيع تقسيم 2x هي زائد 1 2x زائد 1 زائد الإشارة 2x زائد 1 مضروبا ب x ناقص 2 تقسيم 2x زائد 1 يختصر 2x زائد 1 مع 2x زائد 1 يبقى لدينا القوس x ناقص 2. تمام. نجمع الحدود المتشابهة داخل القوس 2x زائد 1 مضروبا ب 3x 2x زائد 1 3x زائد 1 وناقص 2 سالب 1. إذن الإجابة صحيحة. النشر باستعمال أو باستخدام المطابقات الشهيرة. لدينا ثلاث مطابقات شهيرة سوف نتعرف على واحدة تلو الأخرى. المطابقة الأولى مربع مجموع. مربع مجموع حدين A زائد B على القوس تربيع. لاحظ مربع إذن يوجد تربيع على القوس. تمام. مربع الحد الأول زائد 2 ضرب الأول ضرب الثاني زائد مربع الثاني. لاحظ عزيزي الطالب أن الطرف الأيسر مربع مجموع حدين. لاحظ الطرف الأيسر هو عبارة عن مربع مجموع حدين والطرف الأيمن هو
مربع الحد الأول زائد 2 ضرب الأول ضرب الثاني، أي ضعفي الأول في الثاني، زائد مربع الحد الثاني. إذن المطابقة الأولى تنص على ما يلي: مربع مجموع حدين يساوي مربع الحد الأول زائد ضعفي الأول في الثاني زائد مربع الحد الثاني. لنأخذ مثال نوضح ذلك. انشر ما يلي: y زائد 3 على 2 على التربيع، y زائد 3 على 2 للتربيع يساوي المطابقة، مطبق المطابقة، مربع الحد الأول. ما هو الحد الأول؟ y. أحسنتم، y مربع زائد ضعفي الأول 2 ضرب الحد الأول y ضرب الحد الثاني 3 على 2 زائد مربع الحد الثاني. ما هو الحد الثاني؟ 3 على 2. تمام، إذا y مربع، نجري العمليات الحسابية، 2y ضرب 3 على 2، اختصر 2 مع 2 يبقى لدينا 3y زائد مربع الحد الثاني هو 9 على 4، مربع 3 على 2 9 على 4، ويكون هكذا طبقنا مثال. مثال آخر، من يقوم بحله؟ تفضل الجدي. مربع الأول، أحسن، ضرب الثاني، أحسن، زائد مربع الثاني، واحد على ثلاثة للتربيع، أحسن، زائد أحسن، أحسن، تفضل. لاحظ أن إجابته صحيحة. القاعدة هي مربع الحد الأول زائد ضعفي الأول في الثاني زائد مربع الثاني. أحسن، إذن الإجابة صحيحة. لنتعرف على المطابقة الثانية وهي مربع فرق، أي مربع فرق حدين. لاحظ أنها A ناقص B للتربيع يساوي مربع الحد الأول ناقص، نلاحظ أنه مربع الحد الأول ناقص ضعفي الأول في الثاني زائد مربع الحد الثاني. إذن ماذا تنص المطابقة؟ تنص المطابقة على أن، من يقول لي ماذا تنص؟ على ماذا تنص؟ تفضل يا محمد. الطرف الأيسر، الطرف الأيسر مربع فرق حدين، الطرف الأيمن مربع الأول ناقص ضعفي الأول بالثاني زائد مربع الثاني. أحسن، فنص المطابقة على أن الطرف الأيسر هو عبارة عن مربع فرق حدين، أما الطرف الأيمن يقول مربع الحد الأول ناقص ضعفي الأول في الثاني زائد مربع الحد الثاني. لنأخذ مثال، انشر ما يلي: 3z ناقص 2x للتربيع. لاحظ أنها مربع فرق حدين، مربع مطبق القاعدة، مربع الحد الأول 3z مربع. لاحظ عزيزي الطالب، نربع الرقم والحرف، ناقص ضعفي الأول في الثاني، ناقص 2 ضرب الحد الأول 3z ضرب الحد الثاني 2x زائد مربع الثاني. تمام، 3z للتربيع 9z مربع، ناقص 2، ناقص 2 ضرب 3z ناقص 6z ضرب 2x سالب 12zx، سالب 12zx زائد مربع الثاني. ما هو مربع الاثنين اكس؟ 4x مربع. مثال، من يقوم بحله؟ تفضل يا خالد. ناقص، يلا، 2 1 على 2، وضح هون الاكس مربع عشان تشوف الطريقة. لحظة شوي، الاكس مربع، مربع الأول ناقص 2 ضرب الأول ضرب الثاني 1 على 2 اكس زائد، أحسنت، واحد على، أحسن، واحد على 16
لاحظ حل صديقك، مربع الأول مربع الـ x x مربع ناقص 2 ضرب الأول ضرب الثاني. صديقك مباشرة اختزل عمل عمليات الحسابية، 2 ضرب x 2 x ضرب 1 على 4 1 على 2 x زائد مربع الثاني، ما هو مربع الواحد على 4 1 على 16. أحسن، نتأكد من صحة ما حله، انشر ما يلي: x ناقص 1 على 4 يساوي x مربع ناقص 1 على 2 x زائد 1 على 16. إذن إجابته صحيحة. المطابقة الثالثة في النشر وهي فرق مربعين. لاحظ فرق مربعين A ناقص B مضروبا بA زائد B يساوي A مربع ناقص B مربع. لاحظ عزيزي الطالب الطرف الأيسر جداء ضرب مجموع حدين بفرقهما، جداء ضرب مجموع حدين بفرقهما، يعني A ناقص B مضروبا بA زائد B يساوي، أما الطرف الأيمن هو مربع الحد الأول ناقص مربع الحد الثاني. إذن مربع الحد الأول ناقص مربع الحد الثاني. لاحظ مثال انشر ما يلي: 6 ناقص x مضروبة ب 6 زائد x. نطبق المبرهنة أو المطابقة. مربع الأول، ما هو مربع الأول؟ x مربع ناقص 6 مربع مربع الحد الثاني، x مربع ناقص مربع الستة 36. مثال آخر، من يقوم بحله؟ تفضل يا أمين. نجهز الألم. مربع الأول يلا. كل وقت أحسن. أحسن. مربع الأول، تفضل. أحسن. مربع الأول مربع 2 4 ناقص مربع الحد الثاني 3 على 2 واي مربع 9 على 4 واي. التحليل مع المطابقات الشهيرة. التحليل، لاحظ أخذنا قواعد النشر. النشر والتحليل تكلمنا في بداية الدرس أنهما متعاكستان. انشر ثم حلل، أي الطرف الأيسر نشر، الطرف الأيمن تحليل. بالعكس، هلأ يعطيني الطرف الأيمن، بدي أرجع للطرف الأيسر، بدي أرجع للطرف الأيسر. التحليل مع المطابقات الشهيرة. لتحليل مجموع حدود إلى جداء يمكن أيضا استعمال المطابقات الشهيرة على النحو الآتي. لاحظ عزيزي الطالب، A مربع زائد 2AB زائد B مربع. لاحظ هذا الطرف أصبح الطرف الأيسر، كان الطرف الأيمن في النشر، الآن أصبح الطرف الأيسر ونريد الانتقال إلى الطرف الأيسر الأيمن. لاحظ جذر الحد الأول، إشارة الحد الثاني، جذر الحد الثالث على القوس تربيع. إذن أصبحت هذا مربع مجموع حدين، تمام؟ مربع مجموع حدين، مربع الطرف مربع الحد الأول زائد 2 ضرب الأول ضرب الثاني زائد مربع الثاني، بتقول جذر الأول إشارة الثاني جذر الثالث على القوس تربيع. أما المطابقة الثانية وهي A مربع ناقص 2AB زائد B مربع تساوي جذر الحد الأول، ما هو الحد الأول؟ A مربع جذره A. إشارة الحد الثاني، ما هو الحد الثاني؟ ناقص 2AB نأخذ إشارته. جذر الحد الثالث B للقوس تربيع. إذن جذر الأول إشارة الثاني جذر الثالث على القوس تربيع. المطابقة الثالثة A مربع ناقص B مربع، مربع مربع فرقين، فرق مربعين. A زائد B مضروبة بA ناقص B، جذر الأول جذر الثاني زائد طبعا القوس الثاني جذر الأول ناقص جذر الثاني، تمام؟ مثال حلل ما يلي باستعمال المطابقات. تفضل الياس. أحسن. جذر الأول إشارة الثاني. أحسن. جذر الثالث.
أحسنت أحسنت، بارك الله، أحسنت. مثال آخر، من يقوم بحله؟ تفضل محمد. إيكو في الألعاب. تمام. لا لا. يلا. الجزء الأول. الجزء الأول. الشاب الثاني. الجزء الثالث. أحسن. أحسن. جذر الحد الأول، إشارة الحد الثاني، جذر الحد الثالث، على القوس تربيع، هذه المطابقة الثانية. مثال آخر، من يقوم بحله؟ تفضل الجدي. أحسن. أحسن. صديقة فتاة قوسين مباشرة وضع في إحداهما إشارة موجب والآخر سالب وجذر. جذر الحد الأول 4 إكس زائد جذر الحد الثاني 3. جذر الحد الأول 4 إكس ناقص جذر الحد الثاني 3 إكس. شكرا لكم لحسن إصغائكم لهذا الدرس. أتمنى أن نكون قد فهمنا ما كان يحتويه هذا الدرس. ألقاكم في دروس لاحقة إن شاء الله.